بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 68. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا في الحلقة الماضية في ذكر المؤلف رحمه الله لحديث لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ووقفنا عند قوله: ولكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم كما ثبت في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع ثلاث خطب. الخطبة الأولى بعرفة بعد زوال الشمس، أو قبل أن يصلي الظهر. الخطبة الثانية يوم النحر في منى. الخطبة الثالثة يوم النفر، وهو اليوم الثاني عشر، النفر الأول. وفي كل خطبة يبين لهم صلى الله عليه وسلم أحكام المناسك، ويبين لهم أشياء غيرها مما هم محتاجون إليه، وهي الخطبة العظيمة البليغة التي بيّن فيها صلى الله عليه وسلم قواعد الدين وأركان الملة وأحكام التعامل، وتحذير من ما يحيط بالأمة من أخطار، ورسم الخطة التي تسير عليها الأمة في مستقبلها إلى أن تقوم الساعة، وهي خطب حضرها الجم الغفير من المسلمين من جميع الجهات. من قبائل العرب فوعوها وحفظوها وعملوا بها وبلغوها لمن خلفهم. قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن أول هذه الخطبة المباركة، وانتهى بنا الأمر إلى هذه الجملة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن، أي للرجال على أزواجهم، ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. عرفنا في آخر الحلقة السابقة أن الضرب هو آخر المراحل للمرأة الناشز المترفعة على زوجها وامتناعها فيما يجب له عليها من الحقوق، أنه أولا يبدأ بالموعظة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربون. المرحلة الأخيرة الضرب، وذلك بأن يضربها بالسوط من أجل أن ترتدع وتذوق الألم، ولكن يكون هذا الضرب غير مبرح، يعني غير ضار بجسمها، لا بكسر عظم ولا بشق جلد، وإنما يكون ضربا التأديب يؤدبها. والضرب هذا أصل من أصول التربية، فالضرب يعني يشرع للزوج مع زوجته، ويشرع للسلطان مع رعيته، ويشرع للمعلم مع طلابه، من أجل أن وللوالد مع ولده. قال صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها، يعني الصلاة لعشر. فكل مرب فإن له أن يضرب من تحت يده، ممن يربيه إذا احتاج إلى الضرب، ويكون هذا الضرب بضوابط شرعية، لا يكون ضربا مطلقا، فلا يكون ضربا لا يؤلم وليس له ألم، ولا يكون ضربا شديدا
يخرج عن المطلوب، وإنما يكون ضربا يؤلم المضروب ولكنه لا يؤثر في جسمه أثرا ضارا. نعم، فالضرب من وسائل التربية الشرعية معروفة. نعم، فالذين ينكرون الضرب الآن من المتأثرين أو المستغربين، نعم، الذين ينكرون الضرب، وهؤلاء متأثرون بالأدب الغربي وبأخلاق الغرب، وهذا من التشبه الممنوع في شرعنا. فإن ديننا له استقلاليته وله أحكامه، ولا يخضع لاستيراد العادات والتقاليد التي هي من شؤون الكفرة، وأيضا هي ضارة، هم يظنون أنها نافعة وأنها تقدم وأنها حضارة، في حين أنها ضارة وأنها مخلة بالدين والدنيا، فلا خير فيها. نعم شيخنا، يبدو من هذا الحرص على حفظ الأسرة، ولو شاء قال صلى الله عليه وسلم فطلقوهن، كان يمكن، لكن كل هذا لدفع الطلاق وهدم البيوت وخراب الأسر. هذا الاستصلاح. نعم، هذا من أجل الاستصلاح وبقاء الأسرة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولهن عليكم، أي على الأزواج، رزقهن أي النفقة، وكسوتهن بالمعروف. لم يقدر صلى الله عليه وسلم النفقة، ولم يقدر الكسوة، لأن هذا يخضع إلى عرف الناس في كل زمان ومكان بحسبه، وبحسب الغنى والفقر والتوسط. وهذا من حكمة الشارع، أنه في هذه الأمور لا يضع لها حدا فاصلا، لأنها تخضع لاختلاف الزمان والمكان والأحوال، فأوكلها إلى العرف، إلى ما يتعارف عليه الناس في كل زمان ومكان. فالمرأة لها على زوجها النفقة السنوية واليومية، ولها عليه الكسوة، ولها عليه السكنة. هذه الأمور الثلاثة هذه واجبة للزوجة على زوجها، لأنها محبوسة عنده، لا تذهب للتكسب أو طلب الرزق، فهو الذي يقوم وينفق عليها لتكفيه هي مؤونة عمل البيت وتربية الأولاد، فهي في عمل جليل، خلاف الذين يقولون أن المرأة معطلة ويطالبون بتوظيفها ويطالبون بعملها مع الرجال. هؤلاء ينزعون بنا إلى الجهة الغربية وإلى النظام الغربي الكافر، ليفسدوا نساءنا ويفسدوا مجتمعنا. فالمرأة لها عمل جليل تؤديه مع الصيانة والعفاف والستر، فتجمع بين المصلحتين، أداء العمل وحفظ نفسها عن التبذل وعن تطلع الفساق إليها. فليست المرأة معطلة، وإنما هي تقوم بعمل لا يقوم به غيرها. ولذلك لما ضيعت المرأة هذا العمل وخرجت عمل البيت وخرجت لطلب العمل الخارجي والوظيفي، ضيعت البيت، ضيعت الأسرة، ضيعت الأولاد، ضيعت عمل البيت. ثم اضطر أصحاب البيوت إلى أن يستقدموا المربين والمربيات والخدم، الذين هم أجراء وقد يحملون أفكارا سيئة وأفكارا مذمومة، فيربون الأطفال على هواهم وعلى ميولهم ورغبتهم، ويلقنونهم الأفكار الخبيثة والأفكار الضارة، أو أنهم لا يهتمون بهم ولا يرحمونهم ولا يعطفون عليهم كعطف الأم وحنان الأم. فلذلك صاروا يستقدمون لعمل البيوت من النساء الأجنبيات، ربما تكون ساحرة، ربما تكون كافرة، ربما تكون داعية إلى الضلال، وهذا كثير مما أفسد كثيرا من البيوت، ورب العوائل على
غير على غير هدي الإسلام، وهذا شيء مشاهد ومجرب، ونشر السحر بين الناس ونشر، وأيضا لا تكون صينة في عرضها، قد لا تكون هذه المستقدمة شريفة في عرضها فتنشر الفساد في الأسرة ومع شباب الأسرة، فيحصل بذلك مفاسد. والأولاد أين يذهبون؟ إما أن يبقوا عند هذه المربية المستقدمة وإما أن يذهب بهم إلى دور الحضانة كأنهم لقطة ليس لهم آباء، فيضيعون هناك، ولا من يربيهم التربية البدنية بالأكل والشرب، وهذه ليست هي المطلوبة، هذه لا بد منها لكن ليست هي المطلوبة، مقصود التربية العقلية والتربية الروحية والدينية، هذه أهم من التربية البدنية. فهؤلاء لما ضيعوا عمل المرأة ضاعوا، فالمرأة لا هي التي أدت عملها في المجتمع، ولا هي التي حفظت بيتها وأولادها، فضاعت بين هذا وهذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. هذه الوصية العظيمة، أنه صلى الله عليه وسلم لما أوصاهم بهذه الوصايا وهذه النصائح العظيمة أخبرهم بالمرجع الذي يرجعون إليه في هذه الوصايا وغيرها، وهو كتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك السنة. يدخل في ذلك السنة النبوية، فإنها من كتاب الله عز وجل ومن وحي الله. فالمرجع في ما أشكل علينا من أمور ديننا ودنيانا هو إلى كتاب الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا نستقدم الأنظمة والقوانين من الدول الكافرة، ونترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأنتم، قال صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نحن نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. هذا في ختام هذه الخطبة العظيمة، مع أن الشيخ رحمه الله لم يسقها كلها، وإنما ساق جملا منها وأتى على الأخيرة منها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم عليهم الحجة بأنه بلغهم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستسألون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فرفع صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، اللهم اشهد. فدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين الذي أمره الله به: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن عليك إلا البلاغ. فهو بلغ صلى الله عليه وسلم بشهادة أمته له أنه بلغ. والله جل وعلا يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. في يوم القيامة يسأل الأمم هل بلغتها رسلها، ويسأل الرسل، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، يعني الأمم. ويوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالله جل وعلا يسأل الرسل عن أنهم بلغوا، ويسأل الأمم عن أن الرسل بلغتها. هذه الأمة شهدت لنبيها صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين في هذا اليوم العظيم وهذا المشهد العظيم، ونحن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين. وها هو القرآن العظيم يتلى ونتلوه ونسمعه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يسقط منه حرف واحد أو كلمة واحدة أو آية،
وكذلك سنته صلى الله عليه وسلم قد حفظت لنا ودونت لنا ونظمت لنا تحت أبواب وكتب بحيث أننا نرجع إليها عند الحاجة، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر بين أظهرنا في سنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ثم أذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، وذكر تمام الحديث. نعم، ثم إنه بعد الخطبة أذن، أمر المؤذن فأذن أذان الظهر، أذان الظهر لا أذان الجمعة، لأن أذان الجمعة قبل الخطبة. نعم، وصادف أن حجته صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فظن بعض الناس أنه صلاها جمعة، فهذا مما يدل على أنها ظهر، أنه أخر الأذان بعد الخطبة إلى ما بعد الخطبة، ثم صلى ركعتين أي الظهر مقصورة، ثم صلى بعدها، ثم أمر المؤذن فأقام، ثم صلى بعدها العصر ركعتين جمع تقديم، وجمع التقديم هو المتعين في هذا اليوم من أجل أن يتفرغ المسلمون للذكر والدعاء والوقوف بعرفة. وأما جمع التأخير فهو في مزدلفة بعد النفور من عرفة، فيجمع جمع تأخير إذا وصلوا إلى مزدلفة من أجل أن يواصلوا السير ولا ينزلوا في الطريق ليصلوا، وإنما يواصلون السير، فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا المغرب والعشاء جمعا. ودل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة كما يظن أو يتوهم بعضهم، وإنما صلاها ظهرا، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان يصلي الجمعة لا هو ولا أصحابه في الأسفار، ما كانوا يصلونها في الأسفار، وإنما كانوا يصلونها ظهرا. فالذين يزعمون أن الفرض في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة على المسافرين وعلى الحاضرين وعلى كل أحد، هؤلاء غالطون وليس عندهم فقه في الشريعة، ولم يراجعوا النصوص ويتأملوا فيها. فالذي عليه جماهير المسلمين أو الإجماع أنه لم يصلي الجمعة في أسفاره صلى الله عليه وسلم، ولا كانت البوادي أيضا تصلي الجمعة حول المدينة. فصلاة الجمعة يشترط لها الاستقرار والحضر، الاستقرار في الحضر، ولا يصليها للمسافر ولا صاحب البادية، عكس ما يقوله بعض المتعالمين الآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات، مثل دعواهم يا لفلان ويا لفلان، ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم. هذا تعليق من الشيخ رحمه الله على هذه الخطبة، وأخذ منها هذه الجملة: ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، فهو موضوع تحت قدمي. فكل عادات الجاهلية وتقاليد الجاهلية وعبادات الجاهلية كلها موضوعة ومرفوضة، لأن الله أغنانا بالإسلام، ولأن هذه التعبدات الجاهلية والعادات الجاهلية باطلة، ليست على أساس من الوحي ولا من الدين، وإنما هي من إملاء شياطين الإنس والجن، فهي باطلة. ولهذا لا يجوز لنا أن نعمل أعمال الجاهلية، لا في العبادات ولا في العادات ولا في التقاليد، ومن ذلك نخوة الجاهلية والتفاخر بالآباء والأجداد، أو العصبية القبلية، أو الثارات الجاهلية. فالمسلمون إخوة، المسلمون إخوة، وإذا حصل قتل عدوان فالله شرع القصاص بشروطه، وليس هناك ثارات، ولا يقتل غير القاتل،
لأن أهل الجاهلية لا يتقيدون بالقاتل، بل ربما يتركون القاتل لأنهم يرون أنه لا يستحق القتل، لأن قتله ذلة عندهم، فيذهبون إلى سيد القبيلة أو إلى كبير القبيلة فيقتلونه، فيأخذون الأبرياء بجرائر المجرمين. هذا من أمور الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجني جان إلا على نفسه. فلا يجوز أننا نأخذ البريء بجريمة المجرم، بل يؤخذ المجرم بجريمته، وأما أخذ غير المجرم بجريمة المجرم فهذا من أمور الجاهلية. وكذلك الافتخار بالآباء والأجداد والقبائل، وكذلك الحكم بالعادات الجاهلية والرسوم الجاهلية، هذا أبطله الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. فلا يجوز الحكم بأمور الجاهلية وعوائد الجاهلية وأنظمة الجاهلية. نعم. صلى الله عليكم. أحيانا نسمع الشيخ الخلط في قول عاداتنا وتقاليدنا وديننا. نحن لنا دين. نعم. أنا نمشي على عادات وتقاليد، وهذه كلمة فظيعة. إذا كانوا يريدون بالعادات والتقاليد أحكام الشرع، فهذا معناه أنه ما في شرع، وإنما هذه عادات وتقاليد يفعلها الناس، هذا جحود للشرع. فنحن لا نمشي على عادات وتقاليد، وإنما نمشي على حكم شرعي، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية، من الربا الذي كان في ذمم أقوام، ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده، أو قبل إسلام المقتول وعهده، إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة يعتقد أنها حقوق لا لسنن عامة لهم، فلا تدخل في الأول، كما لم تدخل الديون التي ثبتت بعد ببيع صحيح أو قرض ونحو ذلك. نعم. وإذا أسلم الإنسان فإنه لا يؤاخذ بما كان منه فيما قبل الإسلام، فيكون ما قبل الإسلام لا يطالب به، وإنما يطالب بما يحصل بعد الإسلام. هذا النظام والخطة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كان هذا الذي فيما قبل الإسلام من المحرمات كالسفاح والزنا وأكل الربا وقتل النفوس وسفك الدماء وغير ذلك، فهذه ممنوعة، هذه ممنوعة، وإحياؤها في الإسلام هذا من إحياء أمور الجاهلية، لأن الجاهلية هم الذين يستبيحون هذه الأشياء. نعم. قال: ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله في الإسلام، كالمناسك وكادية المقتول بمئة وكالقسامة ونحو ذلك. هناك أمور من المحامد ومكارم الأخلاق كان عليها العرب في الجاهلية، فهذه جاء بها الدين، جاء بها الدين وجاءت بها الأديان، فهذه مقرة والإسلام أقرها، من ذلك إكرام الضيف، من ذلك أيضا الوفاء بالعهود، من ذلك إكرام الجار، حسن الجوار، هذا موجود في الجاهلية وهو من مكارم العرب، وكذلك الدية كانت 100 من الإبل فأقرها الإسلام، وكذلك ما كان في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثل الحج، إنهم كانوا يحجون، والحج هذا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنهم أدخلوا فيها أشياء ليست منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ألغى الأشياء التي ليست من الحج، مثل قولهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك،
ألغى الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كانوا يقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة، يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوز مزدلفة وذهب إلى عرفة على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فخالف أهل الجاهلية. نعم. قال: لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام. نعم. فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى في الإسلام عنه بعينه. نعم، الأصل منع ما كان من أمور الجاهلية إلا ما أقره الإسلام مثل الأمور التي ذكرنا. نعم. الشيخ قوله في الربا أنه إذا أسلم، لو أن أحدا تاب من الربا يلزمه أن ينخلع من كل ماله أو يترك ما بقي من فوائد الربا؟ لأن بعضهم يذكر أن على المرابي إذا تاب أن ينخلع من كل ماله، يخرج صفر اليدين، ومنهم أن يقول ليس له أن يحافظ على ما في يده ويترك بقية الفوائد. يعني لو تاب حل له ما في يده من ربا سابق؟ إذا تاب إلى الله وكان الربا قد استهلك وذهب إنه لا يطالب به. أما إذا تاب إلى الله وعنده أموال مجتمعة من الربا فإنه لا يجوز له أن يأكلها ولا أن يتمولها، وإنما يتخلص منها لأن يضعها في مشاريع عامة، لأنها تكون كالمال الضائع الذي ليس له مالك، فتوضع في المشاريع العامة لمصالح المسلمين ويتخلص منها. نعم. إذا ما كان يعرف عنده مليون أو عشرة ملايين قدر، إذا لم يعرف يقدر ويحتاط. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في نهاية هذه الحلقة نشكر لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، ونشكر لكم حسن استماعكم، ونسأل الله ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.